أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أشكر كل من كان وراء هذا الجمع المبارك، ووجه التعازي الخالص للأخ والصديق والزميل سيدي مولاي إدريس وأسرته الصغيرة والكبيرة ولجميع محبي الأستاذة الفاضلة المرحومة مليكة حفان. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، العمل الصالح، والولد الذي يدعو له. وأظن ولا نزكي على الله أحدا أن الأستاذة جمعت وخلدت الثلاث. كشهادة، عندما كنت في لجنة البحث العلمي لمجلس الجامعة، حين كنا ندرس ملفات توزيع الميزانية التابعة للمختبرات، تعرفت على الإنتاج وعلى العمل الغزير للأستاذ، وكانت حينذاك ملحقة أو عرضية في المختبر لم تحصل بعد على منصب أستاذة التعليم العالي. كما تعرفت كذلك أن المرحومة أتتها المنية وهي تقوم بواجبها في تصحيح وإدخال النقط في وقت متأخر من الليل، مجسدة في ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. رحم الله الأستاذة وأدخل فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، ونطلب من الله عز وجل أن يلهم ذويها الصبر والسدوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.